عفواً سعد عبد الأمير قائداً للمنتخب الوطني في هذه المباراة، شلون شفته كابتن؟ بالتأكيد أنا سعيد جداً بتواجد سعد عبد الأمير اللي يمكن بحصوته خلال السنوات الماضية. المعودية رجعوني، أنا ما عندي شيء، شو تعتقدون شيء جاية إلى أن قدم مستويات متميزة في الدوري العراقي. اليوم سعد كان قائد، هو ماذا كان ينقص المنتخب العراقي في المباريات السابقة؟ القائد. صح. سعد تحس اليوم قائد، يلعب يستلم الكرة، حتى يمكن كان بائن ووضوحه وتحركاته أفضل من بقية اللاعبين الموجودين. لذلك اليوم حتى حسين علي، حسين شنو اللي المؤشر اللي خلاك طلع من المنتخب في ظل حاجتك أنت للاعب مهاري باستطاعته أن يخلق الفرصة؟ يعني هم الصفاقسي التونسي ما يفتهمون مثلا من تعاقده ويا دورتوس من اقوى الدوريات الموجوده، التوانس اللاعب اعتقد كان الابعاد اداري نتيجه موقف. اي انا وياك وياك، لكن انت ما كان بالامكان ان تتكلم مع لاعب بصغر عمر اللاعب حسين من خلال بعض الشخصيات ذات العقل ذات اللسان الجميل. لذلك انا اشوف ان هناك كثير من الامور حدثت بشكل يعني خاطئ مع المنتخب. لذلك انا اشوف انه سعد عودته بالتاكيد مميز، عوده حسين جيده. شوف اليوم سيقول لك لين راح القوه الجويه، يقول لك لا